السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 192 من كتاب جديد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي. عندنا التعبير الكتابي التعليق. هنتعلموا اليوم كيفاش نديروا تعليق على واحد شي واحد قال شي هضرة، كيفاش نعلقوا عليه وكيفاش نجاوبوا على ديك الهضرة ونقنعوه بالرأي ديالنا. نشوفوا النص. السياحة بمدننا المغربية العتيقة. قال صديقي وهو يرى سياحا يتأملون آثارا معمارية عظيمة. قال لي صاحبي هو كيشوف السياح يعني الأجانب أو المغاربة جايين كيتساروا وكيشوفوا الآثار المعمارية العظيمة. قال لك لماذا يهتم هؤلاء السياح ببنايات قديمة؟ قال لك علاش هاد السياح كيهتموا بهذه البنايات القديمة والمنتجات ديال الصناعة التقليدية؟ يعني كيبان له بان هذه غير بنايات قديمه رايبه، علاش الناس كيجيو من بلاد لبلاد باش يزوروها وكيجيو يديو هاد الحوايج اللي مصنوعه بصناعه تقليديه وكاينه حوايج مصنوعه احسن منهم بالصناعه العصريه؟ اذا علاش كيبغيو هاد الشيء وعلاش كيجيو باش يبقاو يتاملوا غير في هاد البنايات القديمه المهترئه اللي كلها رايبه وموسخه؟ فعلقت على رايه قصد التوضيح، يعني اتجاوبه تقول له هو تعجب قال لك علاش هاد الناس كيضربوا هاد التماريج من بلاد لبلاد باش يبقى يشوف هاد البلايص الرايبين. وهادشي هنا تجاوبه تقول له اكتبوا، قال لك اكتب 8 اسطر وعلقوا فيها على كلام صديقي. تقول شي 8 سطور تجاوب صاحبك على هذه الهضره اللي قال. نختار لكم هاد السطور هادو، ممكن نقلوها ولا ممكن تضيفوا عليها ولا تبدلها ولا هذا. نعطيكم نموذج. تقول له ان السياح لا يهتمون بالبنايات القديمه لذاتها. الناس مش السياح مش كيجيو يشوفوا هذاك البني القديم حيث هو عاجبهم، ولكن هما كيجيو يشوفوا داك التاريخ، لان هذيك البنايه القديمه راه كتحكي واحد التاريخ، كيفاش الناس عاشوا، كيفاش الناس كيف في كانوا كينعسوا في ما كتلقى ديك كتلقى علماء الاثار كيجيو كيبداو يقلبوا في دوك الحفريات وهذه كيلقاو شي طاس قديم شي هذا كيعرفوا بان كان هاد مثلا هاد الاواني ديال الفخار وداك الشيء كانت واحد هذا، وكيبداو يحسبوا شحال ديال السنوات مرات على داك مثلا ديك البلاصه اللي لقاوها. بل هما ما اهتمش بديك البنايه ولكن اهتم بالتاريخ الذي يوجد جليا في كل تفاصيلها، لان التاريخ كيحكي على قومان دازوا على بزاف ديال الحوايج اللي وكيفاش كانوا عايشين دوك الناس. هذا التاريخ المليء، يعني تاريخ عامر بالاحداث والاشخاص، دازوا مجموعه من الاشخاص اللي مشهورين، مجموعه من الابطال، مجموعه من الملوك والاحداث الحروب، هذه كيروي عليها داكشي اللي خلفوا. مثلا مدينه واليليك وما كناش شفنا داكشي البنايات ديال الرومان، ما نعرفوش بان دازوا الرومان من تما. اذا كل حاجه بلاصتها كيخلف كتعطيك واحد الاخبار على تاريخ معين واخبار البلدان والملوك والشعوب وطرق عيشهم. كل هذا يسمى بالثقافه، اللي كتسمى الثقافه ديال الشعوب التي يعبر عنها ايضا شنو كيعبر عليها من غير هذه البنايات، اللباس التقليدي مثلا كل بلاد كتشوف كيفاش كيلبسوا، بحال دابا المغرب كتلقاهم كيلبسوا داك الطربوش احمر وجلابه، والزخرفه والفن المعماري، يعني الطرق اللي كيتبناو بها الديور. في كل بلاد عنده خاصيه ديالو، ومنتوجات الصناعه التقليديه. مثلا هاد المنتوجات ديال الصناعه التقليديه اللي كنشوفو في بلادنا مثلا الخنجر وهداك الشيء، يعني راها كتعبر على الثقافه ديال البلاد. هنا ممكن تكمل دابا ندير له هاد النص كمقدمه، ممكن تكمل بهذا الشيء اللي عندك هنا. تعبر على ان وجود مدن عتيقه ببلادنا المغرب تم تاسيسها في عصور مختلفه، بحال المدن العتيقه بحال فاس، بحال مكناس اللي كان فيها مولاي اسماعيل، بحال سلا، بحال مجموعه من المدن اللي هي قديمه جدا. المنشات ديالها كتلقى اسوار قديمه، علاش كتلقى مثلا المدن القديمه داير بها الصور؟ لان هذه شحال كانوا كيسدوا على راسهم باش ما يهجموش عليهم الاعداء، كيديروا واحد الاسوار صحيحه وكيديروا عندها بيبان كبار، يعني في الليل اللي كيكون هجوم ديال الاعداء ديال الغزوات ديال البلدان الاخرى اللي كيجيو باش يهاجموهم كيكونوا سادين عليهم. هذاك الجيش كيكون معلق الفوق باش كيضرب بالرماح بالنبال باش ما كيهجموش عليهم. ابراج عاليه، كاينه متاحف وقصور تاريخيه، قصبات عتيقه، مساجد، مآذن رائعه، ازقه ضيقه، أزقة مضللة ومسقوفة، يعني ممكن تختار أي حاجة من هادشي وتكتب عليها تربط بيناتها. ثالثا أنشطة صناعية تقليدية بحال الصناعات المتنوعة، أبدع الصناع في نقوشها وزخرفتها، جبسية اللي مصوبة بالقبس أو فخارية اللي مصوبة بالطين، خشبية بحال داكشي الأرابيسك داك الفن اللي كيصنعو النجارة، نحاسية ديك اللي كيزوقو النحاس دوك البلارات ودوك الصواني، فضية كذلك، زليجية بالزليج رخامية،
فن وإبداع، حياكة وخياطة، روعة وإتقان. هذه كلمات كاملة تقدر تستعمل البعض منها في الإنتاج ديال الإنشاء ديالك. رابعا، قال لك إعجاب السياح بالثقافة المغربية الغنية والمتنوعة وبتراثه المعماري الفريد. ندوزو المشروع الوحدة. هذا المشروع اللي يكلفكم به الأستاذ ديالكم، يقول يقسمكم المجموعات ويكلفكم بواحد المشروع. هنا التفاصيل ديالو، قال لك اختاروا رفقة صديقي أو صديقتي في المجموعة موضوع المشروع الذي نريد إنجازه. يبقى انتم كل مجموعة وعاد تختار المشروع اللي عاد دير، كل وحدة عاد تكلف. مثلا كمجموعة مثلا عاد تقسم القسم، مثلا كان فيه 30 تلميذ عاد تقسم 5 مجموعات من 6 أو 6 مجموعات من 5 الناس. شنو غتوجدوا في هذا المشروع؟ واش ملصق دعائي عن منطقة سياحية أو تقرير عن سفر قمنا به؟ مثلا ملصق دعائي ديال واحد المنطقة سياحية، مثلا تهضر على ساحة جامع الفناء، تهضر على المسجد الكتبي في مراكش، تهضر على المسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، تهضر على ضريح محمد الخامس في الرباط، تهضر في طنجة، تهضر على مغارة هرقل. أدير عليها إما ملصق دعائي ولا دير تقرير على سفر تمايا وتحكي عليه. هنا ثانيا، نناقش مراحل إنجاز مشروعنا والأدوات والوسائل التي سنحتاجها. يعني نناقشوا حتى كيفاش فوكاش غنوجدوا هذه، واش هاد مثلا التقرير واش غتمشي دير شي استجواب لشي ناس تسولهم الصناعة التقليدية، صناعة تقليديين وكذا وكذا، واش غتجبد صور من الإنترنت، واش غتمشي تقطع من مجلات قدام ولا هذه. يعني غدير كاملة شنو غتحتاج وشنو باش غتخدم، وطريقة جمع المعلومات ونعرضها على أستاذتنا أو أستاذنا. يعني كل، لأن الأستاذ غيواكب معاك العمل ديال المشروع ديالك، وكل مرة غيقول لك شنو خاصك هنا شنو ناقصك هنا، وغيتبع حتى دوك اللي يعني المجموعة كلها خاصها تشتغل. يعني كل واحد يتبع شنو جديد انت شنو جديد انت شنو جديد انت. نوزع الأدوار بين أفراد المجموعة. هنا كتوزع، انت تجيب هذه، انت تجيب صور، انت تجيب أخبار ولا معلومات من الإنترنت، كل واحد شنو يجيب. إحضار معلومات، جمع صور، ملصقات دعائية، ونعين منسقا لأعمالنا. يعني كيكون واحد رئيس ديال المجموعة هو اللي كينسق ديك الخدمة هذه، وننصت لتوجيهات أستاذتنا أو أستاذنا. من كتجيو لديك المشروع ديال الوحدة، كتحط كل واحد مجموعة، كتجمع، يكونوا طاولات مقادة على أساس العمل بالمجموعات، وكل مجموعة كتقدم داك الشيء اللي وجدات. وبطبيعة الحال المشرف راه هو الأستاذ أو الأستاذة، كيقول لك شنو ناقصك هنا شنو خاصك هنا، هذه ما درتيهاش مزيانة، هذه صححها. لأن المشروع ما كيدارش في حصة واحدة، مجموعة من الحصص عاد كنقدموا المنتوج ديالنا في الحصة الأخيرة. انتهى.